بوجه لوجه يصارع مرضى الثلاسيميا في النجف الموت بعد تذبذب الخدمات الصحية المقدمة لهم في مركز العلاج التخصصي الوحيد في المحافظة، مركز وعلى الرغم من ضعف إمكانياته يستقبل أكثر من 1000 حالة مرضية شهرياً لعلاج مرضاه الذين يتمسكون بأمل النجاة والبقاء على قيد الحياة. والآن احنا مسجلين 1385 حالة تنقسم بين الثلاسيميا الصغرى الوسطى والكبرى. مريض الثلاسيميا يعني يقضي ممكن 3 أو 4 أيام بالشهر هو بالمستشفى. معظم المرضى هنا يعني حالتهم المادية من حالة ضعيفة اللي يعني ما يقدر يشتري علاج. أدوية الثلاسيميا خصوصا الأدوية اللي تسحب الحديد من الدم تعد هذه يعني غير متوفرة كثيرا، ويحتاج أنه المريض يشتريها بأسعار غالية. وليس فقط نقص تجهيز الدم في مركز علاج مرضى الثلاسيميا الخطر الوحيد الذي يواجهه المرضى، فشح الأدوية المنقذة للحياة وغلائها فضلا عن نقص بعض الأجهزة المهمة في العلاج يقف بوجههم لتتضاعف معاناتهم وآلامهم التي تزداد بإهمال حكومي بات ملازما لهم في بصيص حياتهم. والله معاناتنا احنا عندنا هنا ردات ثلاسيميا مفتوحه كامله، يعني معاناتنا العلاجات ادوات تجي ادوات تنقطع. زين احنا مثلا انا من عالم كل 15 يوم ادير دم، هذا السخن عندي اقل يصير. والله دعواتنا لوزاره الصحه تكون توفر لنا كل شيء، يعني هذا مريض احنا متعبانين، يعني انا يوم 20 سنه ادير دم، عمر بنتي 7 أشهر واذا هسه 21 سنه صار عمر. عندنا شحت الاوبر شويه، يعطونا بديلها مو كان هالاقراص. يعني ماشيين الامور بيها، بس احنا شنو الشغله بين السبت والاحد جاي يصير زخم عليها مو طبيعي، يعني من كافه حتى من المحافظات جاي تجي، يعني القوضه والنواحي كلها على هاي مستشفى الزهراء. يعني وهاي شوف الردهات اللي بيها هسه اخوه كلها تقريبا مقبطه، يعني بس هذا السرير سرينين فارغات. انقذوا مرضى الثلاسيميا، بهذا الشعار لم ينسى اهالي النجف مرضاهم الذين يئنون الما أملا بالحصول على دعم حكومي كاف يخفف من معاناتهم. من النجف محمد رزاق، التغيير.